أخبار اليوم. ايوه يا فندم، ده وزير عندي ومن حقي ان انا استفيد من زيارته. ايوه حاضر بس خلاص. انا بالنسبه لي خلاص بكره الساعه 12 بكره هيجي رد. فندم بعد اذن سياده ربنا، انا جاي لحضرتك بعد اذن سياده. الله يبارك سيادتك في الحكومه واللي بيشيل الليله السيسي. سيادتك وزير ما بتتحاسبش. والله بيشيل الليله مكتبك. مكتبك مكتب وزير الاثار كله فساد. بعد اذن سيادتك مش بتاعنا. مش انت، لا مش انت راجل محترم. انت راجل محترم جاي من اسبوع. سيادتك فتش في المقاولين اللي بتاخد الشغل من ايام العهد البائد. شوف المقاول ده عمل ايه. بالله عليك يا فندم، احنا بص يا فندم والنبي كلمتنا خلاص. في خمس جوامع جامع النور والنبي يا فندم. تحلوا خلاص يا حاج. انت جاي من النور والعراب. النور والعراب مش العرابي هو اللي مبوظ يا جماعه. ما الكلام ده يا فندم، احنا حلينا كل المشاكل دي. والنبي تسمعني، حاج بتولي نقضاها من ساعتها. حل الاول بكره الساعه 12 في المحل. هات الملف استنى بس. اسمع قول له، قول له يا سيدنا خلاص احنا وصلنا. هو جاي بعد ما حلينا حاج بتولي. هو ما يعرفش، حاجه الساعه 12 في الزمالك في مكتبي. ماشي. في اجتماع من شرق القانوني بتاع الوزاره. ايوه. مع رئيس قطاع الاثار الاسلاميه. تمام. مع المهندس رئيس قطاع المشروعات. مع المقاول. كان نفسي يكون موجود بس مش موجود ان شاء الله. وبكره يرد عليا ان شاء الله. طب احنا عايزين حاجه. انا مش جاي. الراجل ده عامل خمس جوامع. استنى اتفقوا عليها معاك يا معلم. شكل لجنه بس على اتفقوا عليها. ايوه كان مين هينفذها؟ هيبقى البين المحافظ اللي في وشنا. احنا عايزين تفويض المحافظ. انا تحت معالي الوزير. احنا عايزين تفويض الوزاره حاجه واحده. مالها محمد ده سلطان معالي الوزير. حافظ على اثار مصر. طب هقول لسعادتك على حاجه كمان. لو خلصت من المسجد ده انت ربنا هيكرمك لغايه ما تتولى. انت ما تعرفش المحارب ما ولا انا بقى برحمته من الناس اللي هتدعي لك. ايوه تمام. ل 90 هجريه مع الوزير. بص انا معالي الوزير بقى اكتر من 200 سنه حضرتك. المبنى قايل الاسلام علي. انا شغلتي ما كانش في مقاييس. طب انا اعلنها عليه اهدها على حسابي من يوم المسجد ده. ما تحبش على حسابي والخراب سكن رشيد. هو وزغلول. انا متخيل، انا متخيل هم مثلكوا ايه. وانا ان شاء الله هعمل قيمه مش اثريه بس صدقني. انا جاي عشان هو قيمه اثريه بالنسبه لي. بعد ما شفت المنظر ده هو قيمه اثريه وقيمه انسانيه لسكان المنطقه. الله يرضى عليك. بص يا فندم المبنى مش هضحك عليك. معالي الوزير بس استنى بس. معالي الوزير لا استنى بس. انا عملت